تلكم الأحكام التي استهدفت الحكومة من خلالها رغم تراجع الموارد وعجز الميزانية والخزينة سيما الحفاظ على قدر المستطاع على القدرة الشرائية للأسر وحماية الطبقة الهشة ومواصلة الدعم المباشر منه والضمني. لقد حرصت السلطات العمومية من خلال نص القانون المصوت عليه فضلا عما سبق من أهداف سامية على مواصلة التأسيس لديناميكية استثمارية تبتغي العمل الجاد وتوفير النشاط المنتج وخلق فرص العمل في اتجاه شرائح الشباب.